أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو القصير سوف نلاحظ بعض المشاكل التي تظهر في زراعة بعض النباتات داخل البيوت المحمية، وهو هذه الظاهرة، هذه البقع التي تشاهدونها، وهي أشبه ب نثر الدقيق أو الطحين على الأوراق، هذا اللون الأبيض. هنا واضح الصورة أكثر، هذا مرض فطري يسمى بالبياض الدقيقي، طبعا ممكن معالجته ومكافحته باستخدام المبيدات الفطرية المختصة التي غالبا ما تكون نحاسية في تركيبها، يرش رشا على الأوراق. طبعا عندي أنا مضاد لهذه الحالة أو دواء لهذه الفطريات التي تسمى بالبياض الدقيقي، لأنني في فيديو سابق أيضا كانت لدي فكرة في التخلص من نباتات الخيار القثاق، لكون أن كلما انخفضت درجة الحرارة كلما يقل التزهير فيها، ففكرت باستبعادها والاستفادة من مكانها في وضع شتلات أخرى من النباتات. فإن شاء الله بعد ظهور هذه الحالة سوف يكون الموضوع ملح أكثر، إن شاء الله سوف يتم استبدالها، وإن كانت أيضا هي بدأت بتكوين بعض الثمار الجديدة، أو يمكن معالجتها ورشها، رشتين تكفي بين واحدة وأخرى 3 أيام، يمكن لها القضاء على هذا النوع من الأمراض الفطرية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لما بدأناه من بعض الحالات التي تظهر في النباتات المزروعة داخل المحميات أو حتى بالنسبة للزراعة الخارجية المكشوفة، طبعا هذا نبات خيار صغير أثناء الفحص اليومي الدوري لوحظ وجود هذه الحشرة، وهذا ما يسمى بالذبابة البيضاء، وهي من الحشرات الطائرة الماسة الثاقبة، يمكن معالجتها باستخدام المبيدات الخاصة بالحشرات الماسة الثاقبة، وأيضا ممكن أن تتعافى بسهولة ويسر. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.